السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم ديسير بالشوفان، صحي ولذيذ وسهل التحضير. غادي نحتاج إلى الشوفان اللي غادي ترقدوه في الحليب دا حتى كيولي على هذا الشكل، وضفت ليه شوية ديال واحد البنانة، عندي واحد البنانة ناضجة معستها معاه وضفتها للخليط، وكذلك غنحتاجو العسل باش يكون عندنا الديسير صحي. ثم عندي واحد شويه ديال التفاح اذا قطعته، وشويه ديال التمر، شويه ديال اللوز، شويه ديال الكاشيو. اذا بالنسبه للوز وهادو المكسرات اختاروا اللي بغيتو. اذا قلنا الشوفان مع الحليب، خليه مده قبل ما تستعملوه، ومع البنان. وغادي نضيف ليه الان ملعقه صغيره من العسل. ثم في كأس التقديم غادي نكب شويه من الخليط، الشوفان والحليب والبنان والعسل بطبيعة الحال. ثم غادي نكب واحد شويه ديال التمر، القليل من التمر والقليل من الفواكه، ماشي الفواكه عفوا، قليل من المكسرات. ثم التفاح قطع شرائح صغيره، ثم كمية أخرى من الخليط ديال الشوفان مع العسل والبنان. ثم الطبقة الأخيرة غندير فيها نفس الشيء، التمر واللوز والتفاح والكاشيو. إذا انتم بالنسبة للمكسرات تستعملوا اللي بغيتو. إذا ديسير غني وسهل وصحي كذلك، نتمنى يعجبكم، تجربوه إن شاء الله، وشكرا على المتابعة.